الظاهرة من الميادين وفي عناوينها. إيران تبدأ الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها النووية، ولافروف يحمل الأوروبيين مسؤولية إفشال واشنطن الاتفاق. الرئيس اللبناني يؤكد أن التحقيقات مع مسؤولين تدور حولهم شبهات لن تستثني أحدا، وأن الحكومة الجديدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة. الأمن العراقي يفرق تظاهرات أمام المصرف المركزي في بغداد، ومحتجون يغلقون مداخل مصفات الناصرية. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي. والشرطة الأردنية تعتقل رجلا بعد عملية طعن عدد من السياح في مدينة جرش الأثرية. الرئيسان الفرنسي والصيني يوقعان اتفاقيات تجارية بقيمة 15 مليار دولار، ويؤكدان التمسك باتفاقية باريس للمناخ. أهلا بكم. بدأت إيران اليوم بضخ الغاز رسميا في مفاعل فوردو وبتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 5% بحضور مراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أعلن أنه تم نقل 2000 لتر من غاز UF6 من منشأة نطنز إلى فوردو ووضعها في القاعة الخاصة بضخ الغاز بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الرئيس الإيراني حسن روحاني كتب عبر حسابه على تويتر أن إيران بدأت بالخطوة الرابعة في تقليص الالتزامات النووية عبر ضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزيا اليوم. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن خفض بلاده الالتزام ببنود الاتفاق النووي يأتي ردا على الإرهاب الاقتصادي للولايات المتحدة وابتزازها. ظريف وفي تغريدة له أكد أن الطريق الأسهل لتراجع بلاده عن مسارها وخطوتها الرابعة في تعليق أحد بنود الاتفاق مرهون بالتزام واشنطن والدول الأوروبية بتعهداتها. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن قلق بلادي بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة ليس وليد اللحظة، إنما بدأ منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران. لافروف اتهم الدول الأوروبية بتجاهل السبب الرئيسي للأزمة الحالية المتمثل بإفشال واشنطن الاتفاق، مستنكرا سعيها إلى تحميل طهران كامل المسؤولية عن تفاقم الوضع. الخارجية الأمريكية اعتبرت من جهتها قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم تحديا لالتزاماتها النووية الأساسية وخطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ، متهمة إياها بالابتزاز النووي. وأكدت الخارجية الأمريكية مواصلة الضغوط القصوى على طهران حتى تتخلى عن أفعالها المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الأنشطة المتصلة بالانتشار النووي بحسب تعبيرها. ومعنا من لندن الخبير في الاقتصاد السياسي السيد أحمد ياسين. سيد أحمد مرحبا بك. كيف يمكن لنا أن نقرأ اليوم هذه الاتهامات الموجهة إلى الإيرانيين بأنهم المسؤولون عما يجري بشأن الاتفاق النووي، وكأنهم يعني يتحملون وحدهم مسؤولية ما جرى؟ لا يمكن أن تكون مثل هذه الاتهامات واقعية وسليمة، انطلاقا من أن إيران التزمت التزاما كاملا ببنود الاتفاق النووي، وهي أعطت الاتحاد الأوروبي بشكل خاص الفترة الزمنية الطويلة لكي يثبتوا أنفسهم بأنهم تكتل اقتصادي مهم يمكن أن يجابه الولايات المتحدة الأمريكية. وكلنا كنا نتوقع عندما أصدر الاتحاد الأوروبي النظام المالي إنستكس بأن الاتحاد الأوروبي يمكن من خلال هذه الخطوة أن يثبت نفسه بأنه تكتل اقتصادي متكامل يمكن الاعتماد عليه في مواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية غير العادلة وغير المنصفة ضد دول ذات سيادة. نعم. ولكن واقعيا الاتحاد الأوروبي فشلا ذريعا في يعني تفعيل مثل هذا النظام المالي، لذلك لا يمكن أن تتحمل إيران. طيب سيد أحمد، عذرا المقاطعة، الرئيس الفرنسي يتهم إيران بأنها تريد التخلي أو الخروج من الاتفاق. هو قال حرفيا أن إيران أشارت بوضوح للمرة الأولى إلى نيتها الانسحاب من الاتفاق النووي بإعلانها أنها ستبدأ ضخ غاز اليورانيوم في منشأة للتخصيب.
من الذي يتحمل المسؤولية، الأوروبيون أم الأمريكيون أم الإيرانيون؟ الخطوة الأولى في تحمل المسؤولية هي بالتأكيد تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها انسحبت بشكل انفرادي من الاتفاق الذي وقعته الدول العظمى. ولكن المسؤولية الثانية الأساسية بالتأكيد يتحملها الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي أبدى رغبة كانت واضحة منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في الإبقاء على بنود الاتفاق النووي. ولكن حال الانقسام الكبيرة التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي، خاصة بين وجهتي النظر الأساسيتين الألمانية والفرنسية، أفشلت الاتحاد الأوروبي في أن يثبت نفسه كتكتل اقتصادي متكامل ويرفع مستوى التبادل التجاري مع إيران. طيب. لكي كخبير حضرتك، وأعذر مرة أخرى المقاطعة، ما الذي يمكن أن نشهده لاحقا إذا ما قررت إيران فعلا أن تتحرر من هذه الالتزامات بفعل عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها والتزاماتها؟ يعني واقعيا يمكن القول بأن إيران تسير في خطى ثابتة وخطى محددة. وهنا أذكر بالتقرير الصادر اليوم من قبل فورين أفيرز، الذي أشار فيه بوضوح إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران لم تؤتي الثمار التي كانت مرجوة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انطلاقا من أن إيران اعتمدت خطوات اقتصادية إصلاحية منذ بداية الألفية، ولذلك كان بإمكانها وما زال بإمكانها أن تواجه مثل هذه العقوبات. كذلك أيضا الاقتصاد الإيراني يشهد أعلى درجات التنوع الاقتصادي، لذلك إذا تراجعت الصادرات النفطية الإيرانية هذا لا يعني بأن الاقتصاد الإيراني سوف يواجه صعوبات كما كان متوقعا من قبل الإدارة الأمريكية. وكأنك تريد أن تقول أستاذ أحمد أن العقوبات فشلت في إخضاع إيران، كأنك تريد أن تقول. نعم فشل. نعم فشلت في مستويات عديدة، فهي بالتأكيد فشلت في أن تحقق مآرب وأهداف الإدارة الأمريكية في أن ينهار الاقتصاد الإيراني. هناك صعوبات اقتصادية، ولكن إيران أثبتت قوة متنامية في مواجهة هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وهي في الوقت ذاته تطور القطاع النووي لديها بشكل متنامي. ومثل هذه الخطوات هي بالتأكيد تثير عزيزة الغرب وتثير اهتمام الغرب. يعني اليوم تقرير جدا مهم من قبل جريدة الجارديان البريطانية أشارت فيه إلى الخطوات المتقدمة جدا التي أنجزتها إيران في قطاعها النووي في الوقت نفسه. اقتصاديا ما زالت متماسكة، ما زالت قوية، انطلاقا من الخطوات الإصلاحية التي اعتمدتها منذ بداية الألفية والتنوع الاقتصادي الكبير الذي حققه الاقتصاد الإيراني. شكرا لك سيد أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي، وكنت معنا من لندن. إعلان طهران استئناف العمل في منشأة فوردو أثار الاهتمام السياسي والإعلامي في إسرائيل بظل وصف المراقبين فيها الخطوة الإيرانية بالجريئة والمقلقة في آن. تقرير منال إسماعيل. بقلق تلقف الإسرائيليون إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني تنفيذ طهران الخطوة الرابعة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي مع الدول الكبرى المتمثلة في استئناف ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كعادته سارع إلى مهاجمة إيران وتهديدها. إيران توسع رقعة عدوانها في كل مكان وتسعى إلى تطويق إسرائيل وتهديدها وتدميرها. وفي ضوء الجهود الإيرانية الرامية إلى توسيع برنامجها لتطوير الأسلحة النووية وتوسيع تخصيب اليورانيوم الذي يهدف إلى تصنيع القنابل النووية، أقول وأكرر هنا مرة أخرى، لن نسمح لإيران أبدا بتطوير الأسلحة النووية. مراقبون أشاروا إلى أن اختيار إيران توقيت الإعلان عن استئناف العمل في منشأة فوردو لم يكن اعتباطيا، مع ما له من دلالات على إسرائيل قراءتها جيدا. توقيت الإعلان الإيراني عن استئناف العمل في منشأة فوردو ليس صدفة. الجمهورية الإسلامية تشعر بضعف الغرب، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا، وتشعر أنها بالضبط اللحظة المناسبة لفحص الخطوط الحمر للغرب بخصوص الاتفاق وجوهر المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. مضي إيران في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي يدل برأي معلقين على جرأة إيرانية متزايدة.
تجديد العمل في منشأة فوردو يضع إسرائيل في مكان أكثر سوءاً ويمثل جرأة إيرانية متزايدة، فهي تقول إنها ستجدد التخصيب في منشأة محصنة ضد الهجمات الجوية، وماذا ستفعلون؟ هذا أمر مقلق جداً لإسرائيل، لأنه يعني أنه علينا متابعتهم، ولأنه في المحصلة منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فإن وضع إسرائيل قد ازداد سوءاً. الخطوة الإيرانية تمثل أخباراً مقلقة بالنسبة إلى إسرائيل، يقول محللون ويضيفون. توقيت الإعلان عن تشغيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة هو إقحام إصبع في العين الأمريكية. وإذا كان نتنياهو قلقاً جداً من الجبهة الإيرانية سواء النووية أو البالستية، فعليه اجتراح حلول لا تخويفات. إلا أنه في الوضع السياسي الحالي في إسرائيل يتكلمون كثيراً ويفعلون قليلا. أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون أن التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام لن تستثني أحدا من المتورطين، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد. كلام عون جاء خلال استقباله المديرة الإقليمية لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي. الوفد حذر من خطورة الوضع الاقتصادي اللبناني، داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد. وتوقع البنك ركودا هذا العام أكبر بكثير من التوقعات السابقة، وحث على تشكيل حكومة في أقرب وقت. هذا ونفذ محتجون اعتصامات أمام عدد من المرافق العامة في العاصمة بيروت ومدن أخرى. ففي بيروت نظمت وقفة أمام قصر العدل وأمام وزارة التربية، كما تظاهر آخرون أمام شركة أوجيرو للاتصالات في مدينة جوني شمال بيروت. وفي صيدا جنوب البلاد انطلقت تظاهرة طلابية في شوارع المدينة. قولنا والعمل في سبيل اعتصامات ووقفات احتجاجية متنقلة في لبنان، فمن أمام المصرف المركزي إلى قصر العدل مرورا بوزارة التربية وصولا إلى وزارة المال، تكتمل الحلقة الثانية من مسلسل التحركات في العاصمة والمناطق. هيدي الاعتصامات عم تنتقل لمرحلة جديدة، وهيك إذا بتنقل اعتصامك من هونيك لهون هيدا الشيء بخليهم يضطروا من يتصرفوا ويضطروا إنه يعطوك مطالبك. غضب من تسييس القضاء ودعوات إلى إسقاط من يسميهم هؤلاء المعتصمون بالقضاة الفاسدين. فالهتافات لم توفر مدعي عام التمييز في الجمهورية اللبنانية، وكذلك المدعين العامين محملين إياهم مسؤولية عدم كشف أسماء الفاسدين. السلطة القضائية، يعني إذا ما في استقلالية للسلطة القضائية ما فيك تعمر وطن. ونحن أكبر مشكلة عنا عم نلاقيها هي بعملنا كمحامين، هي عدم الاستقلالية والتبعية اللي عم بتكون في قضاة شرفة وفي قضاة عندهم كتير تبعية سياسية. طلاب المدارس شاركوا في التحركات والوقفات الرافضة للسياسات الحكومية، وتجمعوا أمام وزارة التربية مطالبين بتخفيض أقساط المدارس وتعزيز التعليم الرسمي. بمجرد ما انه المدارس عم تفتح والاشغال عم تفتح، ما بيكون في حدا عم يعمل شيء، كله باشغاله، البلد ماشي، نحن ما بدنا اياه يمشي هلا. الاعتراض على السياسات الماليه وفرض الضرائب على المواطنين ترجمه الحراك الشعبي في تظاهره امام مديريه الضريبه على القيمه المضافه التابعه لوزاره المال. اذا بدنا نبلش نبرم بكل لبنان لانه كله فساد بفساد، يعني في لا في معيشة ولا في كهرباء ولا في، يعني ما بعرف وين بدنا نبلش، بدنا نبلش بمحل نقدر اولادنا يربوا بهالبلد. تراجع بعض مجموعات الحراك الشعبي عن اقفال الطرقات جاء بعد موجة من الاعتراض والتحذير من تبعات تلك الخطوة، وفضلت هذه المجموعات تنفيذ الاعتصامات اليومية امام المرافق العامة. وقفات احتجاجية واعتصامات أمام المؤسسات العامة والمرافق اللبنانية، خطوة رأى فيها الحراك المدني أنها الوسيلة الوحيدة للضغط على السلطة لتحقيق المطالب. عباس صباغ، بيروت، الميادين. ومعنا من بيروت مراسلة الميادين فاطمة قاسم. ومن مدينة طرابلس في شمال لبنان ينضم إلينا مراسلنا محمد علوش. مرحبا بكما. أبدأ مع فاطمة من بيروت. فاطمة، ماذا في جديد التحركات التي شهدها لبنان أو العاصمة تحديدا؟
نعم عماد، إذن كما ذكر الزميل عباس صباغ في التقرير، المتظاهرون يركزون على المرافق والإدارات الحيوية بدلا من يعني الخطة التي كانوا يتبعونها سابقا. هم باتوا الآن يعتبرون أن الضغط باتجاه هذه المرافق هو يحقق لهم أكثر رمزية مطالبهم بدل من الضغط على الناس من خلال قطع الطرق. يعني أنا موجودة الآن أمام مؤسسة كهرباء لبنان هنا في بيروت، بدأ المتظاهرون بالتوافد إليها منذ الصباح. شهد الشارع هذا هنا في بيروت أعدادا كبيرة من المتظاهرين، كان معظمهم من طلاب الجامعات الذين يعني رأوا في مؤسسة كهرباء لبنان رمزية، خاصة بسبب انقطاع الكهرباء في لبنان أو استمرار انقطاع الكهرباء في لبنان. هذه مشكلة يعاني منها اللبنانيون، وهي من أهم المطالب التي نزلوا إلى الشارع للاحتجاج عليها، انقطاع الكهرباء والماء. منذ عقود يعاني لبنان مشكلة في قطاع الكهرباء من ساعات تقنين طويلة ومن دفع اللبنانيين فاتورتي كهرباء. يعني أيضا شهد هذا النهار تظاهرات في مختلف أنحاء بيروت، منها أمام مبنى التيفي، أمام قصر العدل، أمام شركتي الهاتف الخلوي وأمام وزارة التربية. كل هذه التحركات التي شهدتها بيروت هي مستمرة، وستشهد ساعات بعد الظهر أيضا الاحتجاج أمام الواجهة البحرية في بيروت، احتجاجا على ما يعتبرون أنه احتلال للأملاك البحرية. يطالبون يعني من يتهمونهم باحتلالها بردها إلى اللبنانيين وإلى الأملاك العامة. نعم. معي هنا باختصار أحد المتظاهرين الذين يريدون، أريد فقط سؤالهم عن سبب التوجه بالذات هنا إلى شركة كهرباء لبنان. موجود، نحن مش بس عم نتوجه لكهرباء لبنان، لكل الانستيتوشنز اللبنانية تابعة للدولة، مي، كهرباء، تيفي، مثل ما شفت اليوم. هلأ بعتقد آخر المظاهرة هيدي كنا كتار قبل شوي، لأنه نقلنا من مطرح لمطرح، ما راح نوقف نجي لهون كل يوم على بكره، طالما عم يشتغلوا العالم جوا نحن راح نكون موجودين هون، وبفتكر راح نجرب نقتحم المبنى. بدي اقول شيء، انه من 25 سنه تقريبا طلعوا على المواطن اللبناني 10,000 ليره تندفع بالسنه لكهرباء لبنان لاعاده التاهيل. يعني من 25 سنه اذا بتعمل الماثيماتكس تبعهم وين راح كل هالاعاده التاهيل. يعني بتعرفي مشاكل لبنان أكتر مني، وكل يلي عم بيحضر بيكون بيعرف هالأساس. نعم. وهيدي أول أسباب نحن تواجدنا هون. نعم، شكرا لك فاطمة. إذن اللبنانيون المتظاهرون هنا أمام هذا المرفق والمرافق الأخرى يقولون أنهم سيستمرون باحتجاجاتهم. هي مجرد حركة احتجاجية، لكن من دون أن يدخلوا إلى المؤسسات، يعني من دون أن يدخلوا ويغلقوا هذه المؤسسات. في هذه المراكز التي زرتها وفي بيروت لم يتم اقتحام المراكز، الموظفون تابعوا عملهم بشكل معتاد. في المصرف المركزي أيضا الموظفون تابعوا عملهم بشكل المعتاد، وكانوا يطلون من شرفات مكاتبهم، وكانت الهتافات تتجه إليهم أيضا. شكرا لك، أرجو أن تبقي معنا فاطمة. أود أن أحيل هذا السؤال نفسه إلى زميلنا ومراسلنا في طرابلس شمال لبنان محمد علوش. محمد، مرحبا بك. محمد، أهلا وسهلا. أهلا عماد، ما هو الشكل الذي تتخذه الحركة الاحتجاجية الآن؟ تفضل أسمعك عماد. ترى تطور نوعي، أو إذا صح القول تطوران نوعيان، منذ الأمس وحتى اليوم على صعيد الحركة الاحتجاجية. لم يجرى قطع للطرقات العامة، الطرقات الفرعية والطرقات الدولية على الإطلاق هذا اليوم على الأقل في طرابلس ومحيطها. سمعنا بعض المعلومات عن بعض الطرقات في عكار، لكن ما لبثت القوى الأمنية أن قامت بفتحها. حاليا الشمال، كل طرق الشمال هي مفتوحة. هذا كان تطور نوعي خلافا للأيام القليلة الماضية. التطور الآخر أيضا عماد، وهو
توجه المحتجين في بوصلتهم نحو أهداف محددة تحديدا وهي المرافق الحيوية العامة. يعني على سبيل المثال اليوم كان هناك تجول مقصود ومدروس إلى المؤسسات العامة المرافق الحيوية العامة ومحاولة إقفالها أو الاعتصام عندها والضغط على الموظفين للخروج منها. جرى هذا مع مؤسسة كهرباء لبنان، كهرباء قاديشة، أيضا محطة الكهرباء في دار عمار، وهناك دعوة أيضا للاعتصام عندها غدا. التوجه إلى النافعة حيث صيانة الميكانيك، والتوجه إلى الريجي أيضا، التوجه إلى البنوك ومحاولة إقفالها، بعضهم تجاوب معهم وبعضهم اضطروا إلى الإقفال. إضافة إلى ذلك عماد، بالأمس على سبيل المثال طرابلس كانت تصدح فيها أصوات طرق التناجر بالليل بعد الساعة 8 في كل طرابلس، كانت الأصوات تسمع حتى من خارج طرابلس لشدة أو لكثرة استعمال هذا الطرق، وكان من باب التأييد لمن لم ينزلوا إلى ساحة الاعتصام هنا في ساحة النور. ما يضاف إلى ذلك وهو أنه الكتل السياسية والقوى السياسية الموجودة في طرابلس بدأنا نسمع لها صوتا يحاكي هذا الحراك. تيار المستقبل من أكثر من شخصية تحدثت، كان آخرهم الوزير السابق سمير الجسر في بيان له يؤكد على مطالب هذا الحراك وتفهم هذه المطالب وأن تستجيب الدولة لمثل هذه المطالب. نعم. نفس الشيء يمكن أن ينسحب على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في إحدى الحوارات الصحفية أيضا أشار إلى ذلك، وبطبيعة الحال محمد. كان الوزير السابق فيصل كرامة أشار أيضا في حوارات صحفية حول هذا الموضوع. نعم عماد. باختصار أسمع. لو سمحت، هل سيعود يعني الحراك للتجمع مساء كما درجت عليه العادة خلال الأيام الماضية في ساحة النور مساء؟ هذا طبيعي، هذا مؤكد، والآن بدأت المنصة على الأقل تشتغل بما يعرف بالأغاني الثورية، لكن في العادة عادة التجمع يبدأ مساء مع حلول الليل طبعا. نعم. يصل إلى ذروته عند حلول الساعة 10 وما فوق. الأعداد للأمانة هي في تناقص قياسا على الأيام السابقة، لكن تبقى في الآلاف، الأعداد بالآلاف. شكرا. بطبيعة الحال. نعم. وأيضا طرأ أكثر من تطور فيما يتعلق بطبيعة المنصة وما يلقى عليها من مضمون، أصبحت واضحة الأمور بشكل واضح جدا، يعني محددة وموجهة بشكل واضح إلى حد بعيد يعني. منعا لأي ربما خطب وكلمات استفزازية، شكرا لمحمد علوش مراسل الميادين كان معنا من طرابلس في شمال لبنان، والشكر أيضا للزميلة فاطمة قاسم وكانت معنا من بيروت. هذا ونفذ الطلاب وقفات احتجاجية طالبوا من خلالها بالتراجع عن السياسات التي تقوم بنهب الفقراء. بنطالب بتعزيز التعليم الرسمي ودعم الجامعة اللبنانية وتحييدها، بنطالب بخلق فرص عمل للمتخرجين وربط الوظيفة بالكفاءة لا بالطائفة ولا بالحزب، وطبعا بنطالب بأقل الحقوق الإنسانية، بدنا نظام غير طائفي، نحن بنرفض المحاصصة ومنطالب بدولة مدنية عصرية بيتساوى فيها كل الناس. لليوم الثاني على التوالي يتظاهر الطلاب في مدينة صيدا جنوبية لبنان، حيث انضم إليهم طلاب من مناطق لبنانية أخرى في تحركات مطلبية. طلاب الجامعة اللبنانية في علي تظاهروا داخل حرم الجامعة رافعين شعارات ضد الفساد والنهب. يا طلاب يا عمال، يا طلاب يا عمال. أما العاصمة بيروت فشهدت عدة تحركات واعتصاما أمام وزارة التربية، ورفع الطلاب شعارات تنادي بتعزيز التعليم الرسمي ودعم الجامعة اللبنانية وتحييدها عن المحاصصات الطائفية. اللافت أن العديد من تحركات الطلاب تنتهي صباحا ليعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد تظاهرات صباحية جابت المدن وتوقفت عند أبرز الإدارات العامة. إلى جانب التحركات الطلابية شهدت مدن لبنانية إغلاقا للعديد من الإدارات العامة وشركات الاتصالات، كما حاصر المحتجون البنك المركزي وأقفل مبنى التيفئة التابع لوزارة المالية وهو متخصص بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة، حيث رفعت شعارات للمطالبة بفرض ضرائب تصاعدية وضرائب على الأرباح والريوع، كما عمد المحتجون إلى إقفال مداخل مصلحة تسجيل السيارات وأخرج
الموظفين من المراكز. أما في إقليم الخروب جنوب بيروت فقد أقفل المحتجون لليوم الثاني على التوالي معمل الجي لإنتاج الكهرباء ومعمل سبلين لإنتاج التراب، حيث رفعت شعارات تنديدا بارتفاع معدلات مرض السرطان في المنطقة. ومن لبنان إلى العراق، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين في محيط البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين في بغداد وفق ما نقل مراسلونا. في موازاة ذلك، أغلق متظاهرون عراقيون مدخل مصفات نفط الناصرية جنوب البلاد ومنعوا الشاحنات من نقل الوقود إلى محطات غاز، الأمر الذي يهدد بنقص الوقود في أنحاء محافظة ذي قار. ومن بغداد ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الفهد. محمد، مرحبا بك. يبدو أننا أمام يوم جديد من الحركة الاحتجاجية ليس فقط في بغداد وإنما في مدن عراقية أخرى، ماذا في التفاصيل حتى الآن؟ نعم عماد، يعني ظهرا حاول مجموعة من المتظاهرين الوصول إلى البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين في تظاهراتهم للمطالبة بحسب شهود عيان بخروج الموظفين من البنك المركزي، يعني بداعي تضامن مع المتظاهرين. وقوات الأمن قامت بإبعاد المتظاهرين عن محيط البنك المركزي بعد إطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية عليهم، وأيضا أصدرت القيادات الأمنية تعليمات مشددة، ويجري هنالك انتشار في محيط البنك المركزي وباعتباره مؤسسة حساسة ومهمة. أيضا حاول المتظاهرون التوجه نحو جسر باب المعظم، وهو الجسر الذي يربط الرصافة بالكرخ، لاعتبار أن هنالك إغلاق لأربعة جسور رئيسية على نهر دجلة بعد وصول التظاهرات إليها. وعلى ما يبدو أن هذا المسار الجديد هو يهدف ربما لفصل الكرخ عن الرصافة من قبل المتظاهرين، لكن الآن تمكنت القوات من إبعاد، أيضا قوات مكافحة الشغب، من إبعاد المتظاهرين من هذا الجسر، وتم فتحه أمام عبور السيارات. في ذي قار جنوب العراق أيضا مسار جديد للتظاهرات، وهو التوجه نحو المؤسسات الحيوية وبالتحديد مصفى ذي قار النفطي. ووصل المتظاهرون إلى الطريق الرابط ما بين المصفى والطرق الأخرى السريعة وقطعوه لفترة من الزمن، ثم بعد مفاوضات بين القوى الأمنية ومع المتظاهرين أقنعوهم بفتح الطريق، وتم فتح هذا الطريق. لكن نعم أسمعك. عذرا، هناك من أعلن أن الأنترنت كان لا يزال مقطوعا حتى ظهر اليوم في العراق. نعم فعلا فعلا عماد، الأنترنت لا يزال مقطوعا حتى هذه اللحظة في عموم العراق باستثناء المحافظات الشمالية، وهو ضمن الإجراءات المتخذة ربما لمنع استغلال بعض الجهات لهذا الجو وبث الشائعات أو ربما بث الأخبار الأخرى، وهي إجراءات اتخذتها الحكومة وعلق عليها المسؤولون بأنها هي وقتية من أجل ربما حماية المتظاهرين وكذلك الحفاظ على مسارها السلمي بعد محاولات لحرفها. والمسار الجديد عماد هو التوجه نحو المؤسسات الحساسة كما حدث في البصرة عندما تم إغلاق الموانئ و المصافي وحقول النفط والغاز. وكذلك حول هذا الموضوع اسمح لي فقط للإشارة إلى أن متحدثا باسم رئيس الحكومة قال قبل قليل أن إغلاق المصفات أدى في مصفات نفط الناصرية حتى الآن إلى خسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار، وهذا يعني ربما سيؤدي طبعا إلى عجز مالي في موارد الدولة العراقية. شكرا لمحمد الفهد مراسل الميادين، وكنت معنا من بغداد. ومن بغداد إلى عمان، حيث أفيد أن الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي عبرا جسر اللمبي بعدما أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية سراحهما ظهر اليوم. وذكرت قناة مكان الإسرائيلية أن الأسيرين اجتازا المعبر من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي الأردنية. هبة هبة منير عن صحتك، منير عن صحتك، الحمد لله الحمد لله. هبة 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 حتى صحتي ما تخلت عليك. كان يحكوا لي الضباط انه بكره كلاويكي بتوقع، قلت له اللي بده يوقع من جسمي بديش اياه، كل شيء ضل معي. يا اخوان، كان هناك ابتزاز من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، كان هناك تهديد. الحمد لله احنا على علم القضية، هذه قضية عادلة ما منها شيء يعني يندى له الجبين، بالعكس ولنا قبل اللحظة السند الشامل.
وفي الأردن أيضا اعتقلت الشرطة رجلا بعد عملية طعن عدد من السياح في مدينة جرش الأثرية. وسائل إعلام أردنية كانت قد أعلنت عن عملية طعن أدت إلى جرح عدد من السياح ومرشد سياحي ورجل أمن في موقع قرب الآثار الرومانية في جرش. ومعنا من عمان مراسلة الميادين لنا شاهين. لنا مرحبا بك. أبدأ من الحادث الأمني الذي جرى في جرش، ماذا في مستجدات حتى الآن؟ يبدو أن الأعداد ازدادت، أعداد الضحايا. نعم بالفعل عماد، ارتفعت حصيلة مصابي الاعتداء في جرش إلى 8 منهم 4 أردنيين، وأيضا هناك 3 سياح من الجنسية المكسيكية وأيضا سائحة من الجنسية السويسرية، وهذا وفق الأمن العام في بيان له. وأكد أيضا هذا البيان بأن التحقيقات مع الجاني لا تزال لغاية الآن مستمرة. الناطق أيضا عماد باسم مديرية الأمن العام قال من بين الإصابات الأربعة هناك ضابطي صف من مديرية الأمن، وأيضا كان هناك إصابة لدليل سياحي وسائق حافلة. أضاف أيضا أنه جميع المصابين لا يزالوا يتلقون العلاج وحالتهم جميعا هي متوسطة، ولكن باستثناء هناك أحد ضباط الصف، وأيضا كان هناك سائحة وهي من مكسيكية حالتهما بالغة الخطورة. لأن وزير الصحة وزير الصحة يقول أنه الحالات الحرجة سيتم نقلها طبعا إلى مستشفيات أخرى، وهذا يؤشر إلى وجود ربما حالات حرجة. هذا بالفعل ما تم. أنا أتواجد حاليا عماد في المدينة الطبية، وقبل تقريبا حوالي الساعة أو أكثر بقليل هبطت طائرة هليكوبتر، وكانت هذه الطائرة تقل مصابين أحدهما أردني وأيضا آخر سائح، وتم نقلهما إلى المدينة، إدخالهما إلى المدينة الطبية لتلقي العلاج، ثم غادرت طائرة الهليكوبتر. طيب. هذا ما يؤكد بالفعل أن هناك هذه الحالات الخطيرة، وهذا أيضا وفق البيان، وفق بيان مديرية الأمن العام. هناك حدث آخر شهده الأردن لنا، وتمثل باستعادة الأردن لاثنين من مواطنيه كانا معتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وهما عبر جسر اللمبي. كان من المفترض لنا أن يتم الإطلاق سراحهما يوم غد الخميس، لكن ربما جرى تقديم هذه العملية، لماذا؟ يعني دائما هناك لا يكون إعلان بشكل تام وواضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي في عمليات إطلاق سراح وسراح المعتقلين أو حتى بالنسبة لسراح الأسرى. أحيانا يتم الإفراج عنهم في منتصف الليل، ما يعني عدم وصول العديد من وسائل الإعلام إلى أي من المفرج عنهم، ولكن هذا ما جرى وهذا ما تم. هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي الآن هما في أحضان الأردن، عاد إلى الوطن. وأيضا كما قلت أتواجد حاليا أنا في المدينة الطبية، وهنا ترقد هبة وعبد الرحمن. فور وصولهما تم نقل كليهما إلى المدينة الطبية لإجراء التحاليل والفحوصات الشاملة، فوصل مع ذوي العائلتين، عائلة هبة وأيضا عائلة عبد الرحمن. هم لغاية الآن لا يعلمون إذا ما بالفعل سوف يتم خروج هبة وعبد الرحمن من المشفى. كل ذلك يعتمد على نعم. ما يقدمه الأطباء وأيضا التحاليل بالنسبة لي. شكرا لنا شاهين مراسلة الميادين، كنت معنا من عمان. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. رئيس تشيلي يرفض فكرة الاستقالة ويعلن أنه سيتم في فترة ولايته. أهلا بكم من جديد. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن نحو 900 جندي أمريكي قد يظلون موجودين في سوريا. هذا ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط في شرق سوريا، وفق ما كشفت عنه وكالة الأسوشيتد بريس نقلا عن مصادر. مصادر الوكالة قالت إن مثل هذه الخطوة تثير عددا من الأسئلة القانونية الصعبة حول ما إذا كان الجيش الأمريكي سيكون بوسعه ضرب القوات السورية أو الروسية أو غيرها إذا وجد أي تهديد لحقول النفط. وتعليقا على خطة واشنطن توسيع وجودها العسكري في سوريا، قالت الخارجية الروسية أن المناطق النفطية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين إن روسيا لا تنوي التعاون مع الولايات المتحدة حول مسألة تأمين مناطق إنتاج النفط في شمال سوريا، مؤكدا
أن النفط هو ملك للشعب السوري بأكمله، ومضيفا نحن مقتنعون بأن الشعب السوري هو الذي يجب أن يدير موارده الطبيعية بما في ذلك النفط. انتشرت وحدات من الجيش اليوم في المناطق الحدودية بريف مدينة القامشل الشرقي استكمالا لعملية الانتشار التي بدأتها في محافظة الحسكة. فما هي أهمية هذا الانتشار؟ من القامشلي مرورا بالقحطانية والجوادية وحتى مشارف الميلان النفطية، انتشرت وحدات من حرس الحدود في الجيش السوري في 9 نقاط ومواقع على امتداد 60 كيلومترا من الشريط الحدودي لهذه البلدات. يحمل هذا الانتشار أهمية ميدانية، فهو الدخول الأول للجيش إلى هذه المناطق منذ 7 سنوات. إضافة إلى ذلك، هو يوسع انتشاره عند الحدود الشمالية بطول يتجاوز 150 كيلومترا من ريف الدرباسية وحتى أطراف رميلان. ويحمل أيضا أهمية اقتصادية، فمعظم المناطق تنتشر فيها مئات أبار النفط والغاز، ما يعني إعادة تشغيلها بعد اتفاق الحكومة السورية مع الإدارة الذاتية الكردية. يرى متابعون أن دخول الجيش إلى مناطق كانت مكانا لدوريات أمريكية قبل أيام، يعني أن الكرد يقطعون الطريق أمام أي محاولات أمريكية لعرقلة الاتفاق مع دمشق، ويبدون ثقة بالضمير الروسي كي ينزع الذرائع التركية لتنفيذ هجوم على تلك المناطق المهمة والمكتظة سكانيا. إضافة إلى ذلك كله، فإن دخول الجيش إلى عمق 60 كيلومترا شرق القامشلي سيفتح الباب لاستكمال المرحلة الأخيرة من الانتشار عند الحدود من خلال توزيع وحدات إضافية من الجوادية وحتى اليعربية مرورا برميلان والمالكية، الأمر الذي سيمهد لانتشار الجيش على معظم الشريط الحدودي للحسكة، ما سيحقق الربط بين الحدود الشمالية مع تركيا والشرقية مع العراق لتعود إلى السيادة السورية. أفاد مصدر عسكري يمني بتجدد القصف الصاروخي والمدفعي للتحالف السعودي على قريتين في مديرية الدريهم المحاصرة جنوبي الحديدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في صنعاء العميد يحيى سريع تحدث عن ارتفاع عدد الغارات السعودية إلى أكثر من 1200 غارة منذ إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط مبادرة السلام ووقف الهجمات على السعودية الشهر الماضي. تقارب فرنسي صيني لافت برز خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بكين. غراسيا بيطار. هل انخرطت فرنسا في سياسة هدم الجدران بين دول العالم كما سماها الرئيس الصيني تشي جين بينغ؟ السؤال فرضته حصيلة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين في يومها 3 والأخير. 15 مليار دولار بلغت قيمة الاتفاقيات التجارية التي وقعت بين باريس وبكين، قيمة مرتفعة وإن كانت غير مفاجئة لجهة العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين. أما المفاجئ فسجل في مجال البيئة، حيث قدمت فرنسا تمايزا واضحا عن أمريكا بإعلانها مع الصين ألا عودة عن اتفاق باريس للمناخ. هذا الاتفاق الذي قدمت واشنطن رسالة انسحابها منه مطلع هذا الأسبوع لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم خارج اتفاق فاوض عليه باراك أوباما. وذهب ماكرون إلى حد القول لنظيره الصيني بأنه يأسف لخيارات الأشخاص الآخرين. اتفاق باريس للمناخ حظي بدعم صيني وفرنسي ثابت لكونه بوصلة التحرك القوي بشأن المناخ كما ورد في بيان الرئيسين. أما الاتفاقيات الأخرى التي أبرمت فشملت مجالات الطيران والطاقة والزراعة، مع العلم أن قصر الإليزي كان قد أعلن ترقب 40 عقدا في المجالات التقليدية في العلاقات الفرنسية الصينية كالأغذية والسياحة والصحة وغيرها. يبدو أن أوروبا لا تريد أن تدفع ثمن الحرب التجارية القائمة بين الصين وأمريكا وحسب، فالأداء الفرنسي يشي بأكثر من ذلك. رفض رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا فكرة الاستقالة، وأعلن أنه سيتم فترة ولايته التي تنتهي بعد نحو 2 عامين. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي قال أنه يقبل تحمل المسؤولية عن انعدام المساواة المترسخ، لكنه ليس المسؤول الوحيد. وتشهد تشيلي احتجاجات شعبية منذ نحو 2 أسبوع اندلعت بعد قرار رفع رسوم وسائل النقل العام، لكنها اتسعت لتشمل احتجاجات على الوضع المعيشي العام.
والآن إلى موجز الاقتصاد في هذه النشرة مع الزميل عبد الله ظاهر. عبد الله، يبدو أن أحداث لبنان وكذلك أحداث العراق تفرض نفسها في هذا الموجز. صحيح صحيح. شكرا عماد. شكرا. أهلا بكم. خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للبنان مع نظرة مستقبلية سلبية، كما خفضت الحد الأقصى لسندات الودائع بالعملات الأجنبية طويلة الأجل. الوكالة أوضحت أن تراجع التصنيف يعكس احتمال إعادة جدولة الديون أو ممارسة إدارة المسؤولية الأخرى، مشيرة إلى أن الاحتياجات واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين أدت إلى تقويض نموذج التمويل التقليدي للبنان. تدرس وزارة النفط العراقية خطة لمد أنبوب جديد لتصدير النفط عبر تركيا، حيث يتصل البلدان حاليا بخط نفط يصل حتى ميناء جهان التركي بطاقة تبلغ 100,000 برميل كل يوم من نفط كركوك. صحيفة الصباح التركية قالت إن الخط الجديد قيد الدراسة ولا يتقاطع مع الوضع بإقليم كردستان في شمال العراق، لوجود تفاهمات مع الجانب التركي كون الأتراك مسؤولون عن إيصال الأنبوب الذي ستبلغ طاقته 1,000,000 برميل كل يوم. هذا وأعلنت الوزارة عن استخدام شركات عالمية استثمارية لدراسة مد أنبوب تصدير النفط إلى الأردن بطاقة 2,500,000 برميل كل يوم. نجح حرس الثورة الإيراني في تفكيك عصابة كانت تنشط في توزيع المسكوكات الذهبية والعملات المزورة في شمال غرب البلاد. وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، استطاعت هيئة الاستخبارات التابعة لحرس الثورة تحديد هويات أعضاء هذه العصابة ومن ثم اعتقالهم وتسليمهم إلى الجهاز القضائي. وقام أعضاء العصابة بتزوير العملات الورقية ووضعها في الصراف الآلي، إضافة إلى جذب أشخاص آخرين من مناطق أخرى لبيعهم المسكوكات الذهبية المزورة. عينت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا كريستيان ساوندرز قائما بأعمالها خلال الفترة المقبلة. وكان المفوض العام للأونروا بيير كريمبول قد قرر التنحي جانبا لحين استكمال تحقيق بخصوص قضايا تتعلق بإدارة الوكالة وتهم تتعلق بالفساد وهدر المال للمنظمة. وكانت سويسرا وهولندا قد قررتا تعليق مساهمتهما في الأونروا بانتظار توضيحات حول الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين في هذه الوكالة التي تساعد نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن، لبنان، سوريا وفلسطين. اتفقت موسكو وبكين على البدء في ضخ الغاز من روسيا إلى الصين عبر أنبوب قوة سيبيريا في الثاني من شهر كانون الأول ديسمبر المقبل. ويصنف مشروع قوة سيبيريا كأحد أبرز مشاريع الطاقة بين روسيا والصين، وقد يحول روسيا إلى واحدة من أكبر مزودي الغاز الطبيعي للصين التي تشهد تزايدا في الطلب. ويبلغ طول أنبوب قوة سيبيريا 4500 كيلومتر وكلفته تفوق 20 مليار دولار. أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجرالة أن المشاورات مستمرة مع السعودية بإيجابية بخصوص ما يعرف بالمنطقة المقسومة. وأضاف الجرالة أنه يأمل إبرام التوقيع النهائي في أقرب وقت. وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقول النفط المشتركة في المنطقة المسماة بالمقسومة قبل أكثر من 3 سنوات، ما حجب نحو 500,000 برميل كل يوم عن الإمدادات العالمية، بما يعادل 0.5% من المعروض النفطي العالمي. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية. نشكر لكم حسن المتابعة. نلتقي من جديد عند 5:30 مع الاقتصادية المفصلة. عودة لك عماد. شكرا عبد الله. شكرا. لليوم السابع على التوالي يتواصل الاعتصام الذي تنفذه أحزاب سياسية معارضة في العاصمة الباكستانية إسلامباد، وسط توقعات باستمراره لأيام عديدة. وكان المعتصمون قد رفضوا كل المقترحات والخطط البديلة لإنهاء الأزمة، مطالبين بإقالة رئيس الوزراء عمران خان وتقديمه للمحاكمة. بكر يونس والتفاصيل. انتهت المهلة المسموح بها للاعتصام في العاصمة إسلامآباد، لكن لم يتراجع المعتصمون وقيادة المعارضة عن موقفهم المطالب بإقالة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وعقد انتخابات جديدة، مع المطالبة بتقديم عمران خان إلى المحاكمة بتهم فساد وتزوير في الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي. لن نتحرك من أماكننا نهائيا حتى يقال رئيس الوزراء غير الشرعي. الآن الفقير والغني والطبيب والتاجر والمهندس الكل يطالب بإقالته. لقد أصاب بلادنا بالهستيريا.
الوفد الحكومي الذي تشكل من شخصيات مقبولة عند المعارضة فشل في إقناع المعتصمين بالتراجع عن مطلبهم بإقالة عمران خان، ما دفع رئيس الوزراء الباكستاني لاتهام المعتصمين بالفاسدين والرافضين للتقدم والعدالة التي تحققها حكومته. لم نتوصل إلى أي اتفاق أو أي جدول زمني ولا اتفاق، حتى الآن لا شيء. ولم تضع المعارضة حتى الآن سقفا زمنيا لاعتصامها، كما لم تقرر القبول بانتخابات مبكرة في أي دائرة حتى يتحقق مطلبها الرئيسي وهو إقالة عمران خان لإنفراج الأزمة السياسية الداخلية وإنهاء الاعتصام بشكل كامل. يصر المعتصمون على البقاء في قلب العاصمة إسلام أباد، مع الإصرار كذلك على مطلبهم بإقالة رئيس الوزراء عمران خان، بينما بقيت المؤسسات الحكومية كالشرطة والجيش محايدتين حتى اللحظة في التحرك ضد أي من الطرفين. بكير يونس، إسلام أباد، الميادين. في نهاية النشرة هذا تذكير بعناوينها. إيران تبدأ الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها النووية، ولافروف يحمل الأوروبيين مسؤولية إفشال واشنطن الاتفاق. الرئيس اللبناني يؤكد أن التحقيقات مع مسؤولين تدور حولهم شبهات لن تستثني أحدا، وأن الحكومة الجديدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة. الأمن العراقي يفرق تظاهرات أمام المصرف المركزي في بغداد، ومحتجون يغلقون مداخل مصفات الناصرية. الشرطة الأردنية تعتقل رجلا بعد عملية طعن عدد من السياح. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي. الرئيسان الفرنسي والصيني يوقعان اتفاقيات ب 15 مليار دولار، ويتفقان على مواصلة العمل والتمسك باتفاقية باريس للمناخ. النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.